مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية معرض استمتع بالتراث جسر رقمي بين مصر وإيطاليا، والذي نظمه متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع سفارة إيطاليا والمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة. نقدر نقول اللي هي حاجات خاصة بال2D وال3D وال5D اللي هي اللوحات الثنائية الأبعاد الخاصة بإزاي نقدر نشوف إيطاليا ومدن إيطاليا وشوارع في إيطاليا من خلال هذه التقنية الحديثة، وهذا هتطبق على متحف الآثار ومتحف السادات ومتحف المخطوطات وكذلك شادي عبد السلام. We think that we live in a digital age. And we think that it's important to have this possibility to use new technology to promote cultural heritage towards the youth, of course, because they are native digital. I'm not, but they are. And also to give a help also to the scientific research, because this virtual reality, what it is a record, a full recording of an object, which is a monument, can be a monument, can be artistic, endeavor, can be anything. So you can record it exactly like it is and monitor the alteration of the object, which is very much important for the conservators, you know, for the restorers, and it's a really great advantage for them. حدث بتاع النهاردة هو هيبقى فيه منقسم لأكتر من حاجة. أول حاجة هيبقى فيه يمكن فكرة جديدة شوية اللي هي الجوجلز بتاعت الميتافيرس، هيكون من خلالها ممكن نتعرف على أكتر من حاجة في مواقع تراثية وفي متاحف برضو إيطالية ممكن الزائر يتجول فيها، في تورز اللي هي 360 يعني 360 درجة، في برضو زي مودلز معمولة فيها جزء تخيلي شوية، ممكن الشخص وهو ماسك الكنترولرز يخش جواها، يعني اكسبيرينس مختلفة خالص. احتفلت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بحفل توزيع جوائز الخط العربي لطلاب مدارس الإسكندرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. المسابقة السنوية لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، دي مسابقة سنوية بيتم فيها طرح المسابقة لخريجين المدرسة وطلبة مدرسة محمد إبراهيم. مركز دراسات الخطوط ليه دور في هذه المسابقة من خلال الدعم والمساندة في عملية التنظيم وكذلك عملية الاختبارات. وكمان على هامش المسابقة السنوية بيتم تكريم أحد الشخصيات المهمة في مجال الخط العربي. والعام دوت احنا بنكرم الأستاذ محمد بغدادي وهو قمصير عام ملتقى القاهرة للخط العربي، بالإضافة إنه هو خطاط له تجربة خطية رائدة خاصة في خط إحياء خط الثلث المملوكي وعلاقته بالتصميمات الشعبية. كانت يعني مناسبة بالنسبة لي من المناسبات السعيدة في حياتي، لأنه تم تكريمي من مدرسة محمد إبراهيم لتحسين الخطوط العربية، وأيضا بمناسبة تخريج دفعة جديدة وإعلان الفائزين في مسابقة مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي. طبعا حظيت هذه المناسبة بحضور كريم في حالة من حالات الزهو والافتخار
وقد ذهلت من هذا العدد الكبير من الفائزين وعدد كبير من الآنسات والسيدات أيضا الفائزات في بهذه المسابقة، وهذا يعني يبشر بمستقبل أجيال جديدة ستحظى بأمهات يجيدون الخط العربي، وسنرى جيلا جديدا يحسن كتابة الخط العربي. حلي الشعب المصري بين الأصالة والمعاصرة كان هو عنوان المحاضرة التي نظمتها وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية. النهاردة إحنا الموضوع منقسم إلى اثنين، تاريخ الحلي عامة، وده اللي هتكلم عنه دكتورة نشوة، والجزء الثاني اللي هو أنا هتكلم عنه اللي هو إزاي بنوظف الحاجات القديمة والتاريخ والتراث والحضارات المختلفة، وحنتكلم على مصر بالتحديد في ان احنا نستوحي منها حلي حديثه بكونسبت جديده بفكر جديد بشكل جديد. هي الندوه النهارده يعني احنا بنحكي حدوته لطيفه كده، وهنشوف فيها جانب تطبيقي. هنبتدي من اول التراث، ما يعني بدايه صناعه الحلي وبدايه ظهوره وايه الفلسفه اللي ورا الحلي، ويعني وهنتطرق الى موضوعات مختلفه في الحلي يعني وانواعه تقنياته، وهنختم ختام لطيف كده مع مهندسه شفيعه هتعرض مجموعه من اعمالها عشان نبقى يعني تطرقنا الى جانب التراث والى جانب المعاصره. فجانب التراث ان شاء الله هيكون مسؤوليتي، وجانب المعاصره ان شاء الله هيكون بيوضح فكره الاستلهام بتيجي ازاي للفنان، وازاي التراث او اللي احنا بنسميهم مصادر الاستلهام زي احدهم يعني التراث والطبيعه والبيئه والفنون بشكل عام، ازاي بتيجي فكره الاستلهام، ازاي الفنان بيستوحي فكرته من الماضي بدون ما يكون مقلد ليه، وازاي يخرج التراث ده برؤيه معاصره تتناسب طبعا مع العصر اللي احنا فيه، وفي نفس الوقت طبعا تتوافق مع جميع الأذواق. مشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.